يلعب الكرة بالرأس، غدار الكرة بالرأس. كافوان يريد انتصار على يكسب تويل الكرة لماما بالدي، والتصدي للحارس فرانسيس إيزو. ماما بالدي 26 عام يتذيل هذه القائمة، هذه هجمة نجيرة والحكم يأتي ركنيها. أول هجمة لمنتخب نيجيريا عبر أمار سن الأسبقية رقم 16 فالي كاندي. كاندي صاروخية قادمة من بيساو لفالي كاندي أمامنا، ورك موسيس التسويق، وما زالت الخطورة. ماما بالدي مخالفة وكرة تسويب، تسويب في القائم الثاني. جميلة الكرة من هنا، كرة ممتازة، يعدي والهدف الأول. اللاعبين الغينيين يبدو أنه موريتو فيها جول، فيها جول نيجيريا، يذيع ضاع الهدف الأول. جول نيجيريا، جول. 10 دقائق لعب منذ بداية الشوط الثاني، منتخب نيجيريا عن طريق العملاق عمر صديق. تاويل الكرة وحده وبالرأس، التسويب والركنية، يراوغ يعدي، شو هذا؟ واو، هدف رائع.